موضوع دواء أو مكمل غذائي راشدي مشينا فيه في عقد سلف وشفتوه مع تركيا ومع الدكتور محمد الغباني والاتحاد الدولي للجامعات. يعني طورناه وما ديفلوبي لو برودوي وخرجنا بمنتوج جديد يعني تركي جزائري اللي راح يكون ان شاء الله في الاسواق التركيه والعالميه قريبا. الحمد لله نحن اليوم رانا في اسطنبول نحضروا في هذا المؤتمر العالمي ان شاء الله للبحث العلمي والاختراع في اكثر من 20 دوله جامعات من شتى انحاء العالم وسياسيين ورجال علم واكاديميات كبار وان شاء الله نكونوا موفقين في هذا الحضور. احنا نمثلوا الجزائر وهذا الوقت يعني نشكر الدكتور محمد الغباني اللي قام بهذه المبادره ونبشر الناس بموضوع دواء أو المكمل الغذائي الراشدي مشينا فيه في عقد سلف وشفتوه مع تركيا ومع الدكتور محمد الغباني والاتحاد الدولي للجامعات. يعني طورناه وانا ديفلوبي لو برودوي وخرجنا بمنتوج جديد يعني تركي جزائري اللي راح يكون ان شاء الله في الاسواق التركيه والعالميه قريبا. وازف البشاره ان شاء الله لجميع من يكون يريد الحضور مرحبا به يعني هنا في اسطنبول مقر الولاية مقر الولائي سلطان أحمد الساعة السابعة مساء إن شاء الله جلسة الافتتاح إن شاء الله في اسطنبول وإن شاء الله يكون عندنا نجاح ونكون احنا السباقين ومن الناس يعني اللي يقدموا البلدان ويقدموا للعالم علم اختراع أشياء جديدة إن شاء الله نلتحق بالركب الثقافي والركب العلمي والتكنولوجي وإن شاء الله ما نكونوش من الدول المتخلفة ونحطوا بصمتنا ونقولوا إحنا ثاني رانا هنا ونكزيست وبون كوراج للناس كل جمهور الناس إن شاء الله. شكرا. بوفي فير إن ديكلاراسيون فرونسي إن بتي ديكلاراسيون فرونسي. On parle un peu français. Je voudrais bien vous remercier tous, et surtout Dr Rabbani, qui a pris en charge la recherche et le développement. Et nous avons, inchallah, développé le produit RHP. Pour développer d'autres produits, inchallah, nous allons faire un mustaqbal. ومبروك على الدكتور واتحاد الجامعات الدولي وعلى تركيا يعني اللي جايبين له مشاريع لتسويق المنتوج في 20 دوله ان شاء الله ابتداء ان شاء الله من سبتمبر باذن الله والله هو الموفق وربي ان شاء الله يوفقنا جميعا. الاعلام الفرنسي كمان يشفي المرضى الاعلام المكان الفرنسي ويدعيونا ربي يوفقنا ويشفيهم ويبارك لنا في خدمتنا ان شاء الله. والدعوة عامة. والسلام. والدعوة عامة ان شاء الله مرحبا بكم خاصة اخواننا الجزائريين ماذا بينا تشرفونا بحضوركم وتحضروا هذا العلمي المحض اللي راح يتقدم فيه الاختراعات يعني خاصة العربية منها الأوروبية وإن شاء الله العالمية وربي يوفقنا إن شاء الله ركب العلم والثقافة إن شاء الله وما نكونوش من المنسيين ونرفع علم الجزائر إن شاء الله في هذه المحافل وتكون بادرة خير إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله. السلام. نرحب بالباحث الكبير الأستاذ توفيق الزهراني، شرفنا بحضوره في مدينة اسطنبول، وتقصدنا أن نلف ونزف بشارة ليس للجزائريين فقط بل للعالم كله إن شاء الله. المنتج أنه تم إنتاجه في اسطنبول، وننتظر إن شاء الله تسويقه عالميا. فأهلا وسهلا بالباحث الحبيب توفيق الزهيبة، نرحب بك مرة أخرى إن شاء الله، وننتظر الجميع إن شاء الله غدا بإذن الله الساعة 7 مساء في مقر الولاية في اسطنبول إن شاء الله رب العالمين بالسلطان أحمد. والدعوة عامة لكل من أحب أن يحضر، حتى الدعوة للإعلاميين، يوجد عدد من القنوات ستبث الاحتفال بإذن الله غدا، وسيكون كلمة للباحث توفيق الزهيبة، وهي كلمة المنصة الباحث والمبدع والمبتكر المميز إن شاء الله. وبارك الله بكم، والسلام عليكم. السلام عليكم، ربي يوفقك. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا الآن حابب أخاطب العالم ككل وأهلنا وأخواننا في الجزائر بشكل خاص. إلى الآن هذه أول اتفاقية نبرمها مع شركة تيزي لابا الجزائرية فيما يخص العلوم الصيدلانية. طبعا هذه الاتفاقية نصها كالتالي: بغية تطوير البحث العلمي التطبيقي في المجالات الصيدلانية الطبيعية. جاءت هذه الاتفاقية لتجسد رغبة الطرفين في تفعيل البحوث العلمية المتخصصة في الأمراض المزمنة. الأطراف: عقد هذا الاتفاق بين الطرف الأول اتحاد الجامعات الدولي المرخص تحت رقم 5827 مقره اسطنبول تركيا، ممثلا برئيسه الدكتور محمد خير الغباني. الطرف الثاني تيزي لابا المرخص تحت رقم 5011369A16-16-2000 في الجزائر، الممثلة من طرف نائب المدير العام أستاذ كندر فوزي. اتفق الطرفان التعاون العلمي البحثي في مجال التطوير الصيدلاني للمنتجات الطبية المضادة للأمراض المزمنة، تطوير الشراكة من شراكة علمية إلى شراكة استثمارية لمنتجات البحث الصيدلاني، عقد ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية في مجال الإنتاج الصيدلاني وتطويره داخل الجزائر وخارجها، السعي لتوسيع مجال البحث في المنتجات الصيدلانية والشبه الطبية بين الطرف الأول والطرف الثاني، مع سعي الطرف الأول لتأمين مخابر عند الجامعات لاعتماد بحوث مشتركة تعالج أخطر الأمراض. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. ولي رسالة أوجهها إلى أهلنا في الجزائر، أو رسالتين بالأحرى. الرسالة الأولى: كل الأخبار التي تقال من الأمس إلى اليوم عارية عن الصحة، إلا الأخبار التي تقرؤونها على صفحة الاتحاد أو على موقع اتحاد الجامعات الدولية. غير هذه الأخبار لسنا مسؤولين عنها وليس لنا علاقة بها. من الأمس إلى اليوم جاءت مئات الرسائل عن أخبار لم نتكلم بها، لم نعلن عنها، لم نتطرق إليها. فنرجو الدقة من خلال صفحتنا في اتحاد الجامعات الدولية. المسألة الثانية التي أريد أن أتكلم بها: كيف لا ندعم باحث عربي جزائري مسلم وبحثه وعلاجه ودواؤه
مرخص من وزارة الصحة في الجزائر. هذا نحن أولى به، نحن أولى بدعمه. لماذا هذا الحرب على الباحثين العرب؟ هل بالضرورة أن يكون الباحث باحث بروفيسور أو دكتور؟ يمكن يكون الباحث طفل صغير ويدعم من أكبر الجهات العلمية ومن أكبر المناصب. وغدا إن شاء الله عندنا مؤتمر صحفي سنعرض فيه فيلم عن الباحثين العرب الجدد الذين يعيشون معنا وكيف يدعمون من رأس السلطات، مثلا في الولايات المتحدة كما دعم هذا الطفل الصغير الفلسطيني في الولايات المتحدة من رأس الهرم، من أوباما، من رئيس أمريكا. نحن أولى في الدعم، وخصوصا القرآن الكريم رغبنا في البحث العلمي وأمرنا بالبحث العلمي لنواري سوءاتنا. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى عندما قتل قابيل هابيل وبعث الله غرابا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليواريه سوءة أخي، يبحث. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالبحث لنواري سوءاتنا من علاج من أمراض. فادعموا أبحاثكم وادعموا باحثيكم فهم أولى. وأنا أريد أن أوجه رسالة شكر للباحث توفيق زعابر الذي يتحمل ويصبر على إزاء المفترين، وله الأجر. أيضا لم يقبل أن يأتي إلى تركيا كي لا يكون فريسة عند بعض المتكلمين وبعض الوسائل الإعلامية المحاربة لباحثينا أنه خرج من الجزائر أو أنه ترك الجزائر، فبقي في الجزائر صامدا ومتشبسا بدولته. وأريد أن أشكره وأشكر الشعب الجزائري وأشكر العقل الجزائري وأشكر الدماء الجزائرية التي سالت ضد الاحتلال وضد الغزو. وأنبهكم من الغزو الفكري فهو أشد شراسة من الغزو الحقيقي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.